من بعد فيديو اليوم حنودع الستيكرز والواشي تيبس وكمان الستيك نوت. ليش؟ لأنه فيديو اليوم حعرض لكم 10 أشياء ممكن إنكم تستبدلوها بأدوات الجورنل، وبكده يكون وفرتوا على نفسكم الفلوس اللي حتصرفوها على أدوات الجورنل اللي ممكن تستبدلوها بأشياء مجانية. طبعا اللي راح أعرضه لكم مجرد أفكار أنتم ممكن تستخدموها في صفحة كاملة مليانة بالأشياء اللي ممكن أنكم تستغلوها وتكون مجانية. أما أنا عن نفسي فهي مجرد أفكار راح أضيفها للجورنل الأصلي حقي. من بعد ده الفيديو إن شاء الله راح يتوسع نطاق أفكاركم وإبداعكم في الجورنل، فيلا خلينا نبدأ. دائما لما تشتروا ملابس جديدة، خصوصا ان احنا خارجين من عيد فحيكون في ملابس جديدة، تيجي معاها زي هذا التاج. فانا عن نفسي احب اني اجمعهم، خصوصا لما يكون عليها رسومات مميزة او اللوجو حق المحل يكون عجبني او حتى اللون. فانا عن نفسي عندي علبة صغيرة احط فيها كل التاج حق الملابس اللي يعجبني، ولما الاقي مكان مناسب في الجورنال لها استخدمه، واحط حوالينه اشياء تانية بنفس الستايل. ما ادري اذا انتوا زيي ولا لا، بس دائما لما اطلب من اي متجر ويجيني ثانك يو كارد زي هدول احتفظ فيهم، خصوصا لما يكون مكتوب عليها اسمي. ممكن هذا نوع من التسويق، ولكن بالنسبه لي مره اكون مبسوطه، لذلك احتفظ فيهم. وما حسيت باهميتهم الا لما بدات اسوي جورنال، حسيت انه الصور اللي موجوده في كل ثانك يو كارد مميزه وتميز المتجر بيها، لذلك أقصها وأستعملها كأنها ستيكرز. مهما كان حجمها كبير أو صغير، ما دام الرسمة عجبتني راح أقصها وأستعملها. الأكياس الورقية الخاصة بالمتاجر يكون فيها رسومات حلوة، حتى لو كانت سادة أقدر أني أستعملها برضو كورق عادي. واضح أنه في هذا الفيديو حيكون في دعم كبير لكل أنواع المتاجر، أكل، شرب، ملابس، حتى لو إلكترونيات. نرجع للأكياس، ممكن أنكم تشوفوا الكيس طبيعي وما في له شيء، بس في الأجناب حتلاقوا فن، وطبعا هذا الفن لازم أنه يستغل. هذه واحدة من مجموعة الأكياس اللي أنا استهلكتها واستعملتها، واضح مرة أن هي أتعذبت معايا مسكينة، ولا محتفظة فيها، يقال لك ربما ألاقي شيء ممكن أني أستغله فيها كمان. الأكياس تطلب الرحمة، وأنا صاملة أقصقص فيها. خلينا نستغل كيس كفة ونسوي جورنال خاص فيهم مع بعض. استغليت كل شيء في الكيس من ناحية اللوجو والنقش حقهم واسمهم اللي بخطهم الخاص، باقي بس استعمل الخلفية البيضة حقتهم. ما تدروا ممكن اني استعملها، والله فكرة حلوة لو كنت بسوي جورنال على ورق مو ابيض، ليش لا؟ بما انه قاعدين نتكلم عن المتاجر، اغلب المتاجر خصوصا الاونلاين تيجي معاها ستيكرز هدية لما تطلبوا اي طلبية منهم، وغالبا الستيكرز اللي بتجي تكون ملائمة للشيء اللي بيبيعوه في المتجر، فانا احب استغلها وانتم كمان لازم تستغلوها وتستعملوها في الجورنال. لما تجيكم هدية وتكون مغلفة بتغليف عاجبكم احتفظوا فيها، ممكن انكم تغلفوا فيها هدية تانية او انكم تستعملوها في الجورنال. اي قصاصات حتى لو كانت صغيرة او كانت خامتها زي القماش ممكن انكم تستغلوها، زي الاشرطة حق تغليف الهدايا هذه، او قطعة صغيرة كانت من ضمن تغليف الهدية اللي جاتكم. غالبا اوراق التغليف تجي بحجم كبير، فتقدروا انكم تستعملوها اكثر من مرة في الجورنال، لانه اكيد حتاخذوا منها قطعة صغيرة، والباقي تخلوه لبعدين. وعشان تقعد عندكم القصاصات فترة أطول، جيبوا ملف أو زي ظرف كبير وحطوا فيه هذه القطع الصغيرة عشان تحافظوا عليها وما تنعدم، لأنها خفيفة ممكن تنعدم بأي شكل. في بعض الخامات زي هذا الشريط يتعبني وقت التلصيق لأنه خشن، لكن أهم شيء يتلصق في النهاية. أكيد لما تشتروا شيء أو تحجزوا طيارة أو قطار يعطوكم فاتورة أو تيكت، هذه الأشياء تعطي لمسة حلوة في الجورنال. بس نقطة مرة مهمة، لازم تتأكدوا انه ما يكون فيها معلوماتكم الشخصية، وهذه مجموعة من صفحات الجورنال اللي استخدمت فيها الفواتير وتيكت للطيارة او القطار. اغلب المتاجر صارت ما شاء الله تبدع بالباكيجينج حق الطلبيات، ممكن يكون البوكس فيه له ابداع او حتى المنتج نفسه، فممكن انه نستغلها بدل ما نرميها. اجيب مقص او حتى مشرط واقص في الكرتون على حسب متن الكرتون، احيانا يكون متين مرة فمرة يتعبني، واحيانا يكون خفيف زي ده فسهل بالنسبة لي اني اقصه، بس اكيد لازم تكونوا منتبهين وتتسووا هذه الخطوة. بما اني مطولة فعبال ما اقصقص راح اعرض مجموعة من تعليقاتكم من الفيديو الماضي اللي كان ديكور للعيد. اللي حابب انه يشارك في هذه الفقرة فكل اللي عليه انه يسويه انه يكتب تعليق تحت هذا الفيديو، وان شاء الله راح اطلعه في الفيديو الجاي. وزي ما انتم شايفين قصقصت الصورة اللي عجبتني على شكل مربعات ومستطيلات، راح احتفظ بها حاليا عشان استعملها في جورنال مستقبلا ان شاء الله. اللي يعرفني من زمان يعرف انه انا مرة احب التنظيم والتخطيط ليومي، وسنة من السنوات طبعت بلانر خاص فيني، والسنة اللي بعدها سويته بيدي، اما الباقيين اشتريتهم،
وكلهم محتفظة فيهم للآن. صراحة لعدة أسباب، أولاً كذكرى، ثانياً وأهم شيء إنه أنا أحتفظ فيها لأنه الصور اللي عليها تكون عجبتني، فممكن إني أستغلها وأستعملها في الجورنال. بعض المجلات اللي يوزعوها كنوع من الدعاية والإعلان يكون فيها صور ممكن إنكم تستغلوها، أو يكون في مجلات تيجي مع الطلبيات كنوع من الإعلان لباقي المنتجات اللي موجودة عند المتجر. ومو بس تقدروا تستغلوا الصور، كمان تقدروا تستغلوا الكلام اللي مكتوب عليه، هو يكون أصلاً تعليق على الصورة اللي موجودة فيه، فتقدروا إنكم تحطوا الصورة والكلام الخاص فيه في الجورنال حقكم. وبكده يكون ضربتوا عصفورين بحجر واحد، أخذتوا صور وكمان كلام تضيفوه على الجورنال. لما تكون الأفكار إبداعية تطلع النتيجة زي كذا. ولمحبين الأنمي ممكن إنكم تستغلوا المانجا، هذه مجموعة من الجورنال اللي سويتها لها علاقة بالأنمي والمانجا كمان، باستغلالي للمانجا المجانية. وهذه واحدة من المجلات اللي استخدمها وما زلت استخدمها من بدايتي لمشروع الجورنال، ممكن في بعضكم يتذكرها. لما تروحوا محلات الكماليات وأبو خمسة كمان أكيد تلاقوا مناديل يكون فيها نقش حلو، الناس تستخدمه في المطبخ، أنا استخدمه في الجورنال. بس أهم شيء تشيلوا الطبقة الأولى من المنديل عشان يكون خفيف عليكم وانتوا تلصقوه. هذه مجموعة من الأفكار اللي متأكد إنها راح تفيدكم وتوفر عليكم وقت بدل ما إنكم تروحوا وتتسوقوا، وتوفر عليكم فلوس كمان. لو حابين إنكم تشتروا ممكن إنكم تشتروا أساسيات فقط. لو حابين إنه أسوي لكم فيديو أساسيات للجورنال اكتبوا لي تحت في الكومنتات. ولو حابين أساسيات أو تعليم أي شيء له علاقة بالجورنال اكتبوا لي تحت في الكومنتس عشان أسوي لكم هي برضو. الجورنال عبارة عن قضاء للملل أو تفريغ للطاقة، مو تفريغ لمحفظة فلوسك. فعشان كده هدف الفيديو اليوم كان إني أعلمكم وأوريكم كيف ممكن إنه نحول شيء من لا شيء. انتظر اقتراحاتكم لأفكار وأشياء تانية غير اللي موجودة في فيديو اليوم ممكن إنه نستغلها ونستخدمها في الجورنال عشان كلنا نستفيد، وممكن نسوي جزء تاني. تقريبا في فيديو اليوم خرجت بثلاثة صفحات جورنال، يعتبر إنجاز. وبس هو هذا فيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. إذا عجبكم لا تنسوا إنكم تدعموني بلايك، وإذا لسه ما كنتم مشتركين بالقناة فانزلوا تحت سووا سبسكرايب، شير لكل الناس اللي تعرفوهم، تابعونا على مواقع التواصل كلها موجودة تحت بصندوق الوصف. أشوفكم الأسبوع الجاي، باي باي.